سيد ماهر، اهلا وسهلا بك. انت نفيت في بيان رسمي لكم في الجيش السوري الحر قيامكم بالاعتداء على جهات او مباني حكوميه تابعه للنظام السوري في دمشق، ولكن كتيبه ابي عبيده بن الجراح هي من تبنت هذا الهجوم. ما علاقتكم بهذا الهجوم؟ اخي الكريم، اولا الرحمه على شهداء الثوره السوريه الكرام. ثانيا اؤكد ما يلي: نحن في الجيش السوري الحر على أعلى درجات التنسيق فيما بين كتائبنا، وأتبنى ما يلي: أولا، أمسي نفيا مطلقا أن نكون نحن بكافة كتائبنا لنا أي علاقة بضرب فرع الحزب الكائن في دمشق، وهذا العمل أتهم به علي مملوك مدير إدارة أمن الدولة و قسم من الفرقة الرابعة بإشراف ماهر الأسد مباشرة. ونحن نؤكد للعالم بأجمع أننا لا نقوم باستهداف هذه الفروع، لأن فروع الحزب مبانيها تعتبر أملاكا عامة للشعب العربي السوري وليست ملكا للحكومة. هذا قولا واحدا، لا نستهدف مباني حزب الباعث لأنه ملك عام للشعب، هذا أولا. ثانيا، نتبنى ما يلي: أولا، استهداف الشبيحة والأمن من خلال إحدى سرايا كتيبة أبو عبيدة الأطفال مقابل جسر مسرابة، عندما تصدى عناصر وعصابات الأسد وشبيحته للمتظاهرين السلميين في هذه المنطقة، تصدت لهم سرية من كتيبة أبو عبيدة وحمت المدنيين وقتلت منهم 20 شخصا، وأؤكد ذلك. ونحن لدينا 3 شهداء من السرية. ثانيا، قسم الأمن السياسي في الميسات حصل انشقاق في داخله، أؤكد ذلك، انشقاق في داخله، والعسكر المنشقين هم من الجيش وليسوا من الأمن، لأنه بداخل هذا الفرع يوجد عدد من العساكر، عدد قليل لهم تواصل مع قسم من شريط المهام الخاصة في كتيبة معاوية وقسم من شريط المهام الخاصة في كتيبة أبي عبيدة. كل ما عملناه أننا ساهمنا بتغطية انشقاق المنشقين من قسم الأمن السياسي. كما أتبنى أيضا انشقاق في مفرزة المخابرات الجوية في جوبر، وأيضا تقدمت إحدى سرايا أبو عبيدة وعدد من العناصر من كتيبة معاوية وأمنت المنشقين، وحصل اشتباك من بعيد ولم نطلق أي طلقة على عناصرهم، هذا مؤكد. أمننا الانشقاق في هذين المكانين واشتبكنا عند حاجز مسرابة. أما حزب البعث أمسي نفيا قاطعا أن تكون كتيبة أبو عبيدة أو كتيبة معاوية لها أي صلة بهذا الموضوع، لكن أوضح ما يلي للشعب ولكل محطات الإعلام، وأرجو أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد. الحاكم في سوريا الغير شرعي يتخبط، وهم من أعدوا لضرب فرع الحزب، ونحن ليس لنا أي علاقة به. طيب ماهر، اسمح لي بهذا السؤال، إذن سؤال: لماذا استهدف النظام مبانيه؟ ما الفكرة الذي أو التي يريد إيصالها من هذا الاستهداف؟ الفكرة تقول ما يلي: نحن كجيش سوري حر ما زلنا في الدفاع ولم ننتقل إلى الهجوم. عندما ننتقل إلى الهجوم سنضرب حتى مقر الحرس الجمهوري ونتبناه ونخرج بكل قوة ونقول نحن ضربنا مقر الحرس الجمهوري. إلا أنه نتيجة نقص التكنولوجيا بين أيدينا يقوم بعض الناس المغرضين التابعين للنظام بتصوير صفحات على الفيسبوك واعتمادها مشابهة لصفحات كتائبنا المنتشرة على الأرض، ولذلك نقول لا يوجد مرجع إلا الناطقين الرسميين باسم قادة الكتائب، وأنا كناطق باسم المجلس وصفحة الجيش السوري الحر بقيادة سيادة العقيد رياض الأسعد. هذه العملية ماهر لم تجبني إلى الآن، لماذا يستهدف علي مملوك أو الفرقة الرابعة أو أي جهة رسمية مباني حكومية؟ سأفيد. يستهدف المباني الحكومية لأنه في تخبط ويخاف من قرار الجامعة العربية والمجتمع الدولي، ويريد أن يثبت أنه الأمور منفلتة وهنالك عصابات وهؤلاء المنشقين ليس لديهم قيم وليس لديهم مبادئ ويضربون الممتلكات العامة، وهذا كلام مردود عليه. طيب، وبالدليل القاطع هو من استهدفه، يريد أن يؤكد ويثبت رواية وجود مسلحين أو إرهابيين، وأنا أؤكد لا وجود لإرهابي في سوريا أكثر من بشار الأسد وعائلته الحاكمة وكل من يلف لف لهم من مرتزقة. الرائد المظلي ماهر الرحمن النعيمي الناطق الرسمي للمجلس العسكري. شيء خطير جدا. طيب تفضلوا بسرعة لو سمحت. معلومات تفضل.
تريد توضيح معلومات تفضل. لدينا معلومات مؤكدة ونتيجة هذا التخبط، لذلك أنا ناديت أو أبعث بهذا النداء عبر محطتكم الكريمة. وجود عناصر غريبة من خارج البلاد دخلت وهي منتشرة في دمشق، في جسر الصغور الآن، في حمص، في القصير، في حماة، في كل المحافظات، غريبين عن كل الأدوات أو أجهزة النظام التي كنا نتعامل معها أو نشتبك معها سابقا. ولذلك وهؤلاء هم دخلوا من الحدود، وأنا أوجه نداء للدول المحيطة أن تلتزم، لأننا سنرد هؤلاء ردا قاسيا وسنصورهم ونبثهم على الإعلام. طيب سؤال أخير ماهر، أي الجهات أو أي الدول التي تريد الإشارة إليها؟ مقتدى الصدر حصرا وناس تابعين لحزب الله. إذن من تقول من الحدود العراقية ومن الحدود اللبنانية السورية من الجهتين؟ نعم. طيب رائد المظلي أعذرني ماهر، انتهى الوقت. ماهر الرحمون النعيم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري المؤقت، شكرا جزيلا لك.